تنتحي من جديد. وجديد أترحب بكل السادة مشاهدين الكرام، بكل السادة متابعين الأوفياء والأعزاء قناة الشعب، قناة شوف تي في، أينما كنتم في كل مكان، مباشرة من مدينة بالملا. المساء والخيرات عليكم جميعا في هذا البث المباشر الجديد في هذه الجولة الليلية. طقس دافئ هنا بجوارة الأطلس المتوسط، 17 درجة مئوية اللي كتسجل بعد التاسعة ليلا، بعد التاسعة والنصف كانت مسجلة بعد زوال اليوم 25 درجة مئوية كأعلى مقياس في الحرارة. كذلك من المرتقب والمتوقع أن درجات الحرارة تشهد انخفاض بالمساء والليل والصباح وتوصل إلى 9 درجات مئوية كأدنى مقياس. كذلك مسجلة 8 كيلومترات في الساعة، سرعة الرياح كتوصل إلى 8 كيلومترات في الساعة بعد التاسعة والنصف ليلا. كذلك نسبة الرطوبة كتوصل إلى 61%. لأن متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، أجدد الترحاب بمن التحق بي في هذا البث المباشر الحصري لقناة الشعب قناة شوف تي في من هنا من مدينة بني ملال، جوارة الأطلس المتوسط، عاصمة جهة بني ملال خنفرة. أجواء ليلية مثيرة، طقس دافئ مساء وليلة اليوم، يعني بعد التاسعة والنصف ليلا. كما قلت متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، أجواء دافئة هنا، درجات حرارة كتعرف الاعتدال بالمساء والليل، يعني تسجيل انخفاض بعض الارتفاع النسبي المحسوس والملحوظ في درجات الحرارة في الأيام اللي في اليومين السابقين بطبيعة الحال، يعني يوم أمس واليوم. كذلك أجواء ليلية مثيرة بعد التاسعة والنصف ليلا. بطبيعة الحال منين كتشاهدوا قناة الشعب متابعينا مشاهدينا الكرام، أو منين كتشاهدوا معايا أو كتتابعوا هذا البث المباشر الحصري لقناة الشعب قناة شوف تي في هنا، وكيف هي الأجواء عندكم هنا ببني ملال؟ أجواء دافئة، طقس دافئ، درجات حرارة معتدلة تسجل بعد التاسعة والنصف ليلا. ملالين باقين في الشوارع خارجين بطبيعة الحال يستمتعون بوقتهم وأوقاتهم هنا في ظل هذا الدفء اللي كيتسجلوا أحوال الطقس بطبيعة الحال. مرحبا نادى من سلا، سلا نور الحياة، وعليكم السلام. سامي السلامي منين جاي؟ أجواء مباشرة الأخ سامي السلامي أو سامي سلامي، أجواء مباشرة أنقلها لكم بالصوت والصورة من شارع محمد الخامس الرئيسي بالطريق المؤدية إلى مدينة مراكش بالضبط. وصلت بكم لأمام القيادة الجهوية للدرك الملكي هنا في مدينة بني ملال، هذا شارع محمد الخامس الرئيسي، أبرز أكبر شوارع مدينة بني ملال، يؤدي إلى مدينتي قصب التادلة، يعني يجيبك من قصب التادلة هذا الشارع ويؤدي بك يديك حتى لمراكش، حتى لمدينة مراكش، مرورا ب ولاد عياد الفقيب، إقليم الفقيب بن صالح، ولاد عياد مولاي صالح، كذلك مرورا ببوقارون واد العبيد، مرورا بقلعة السراغنة حتى مراكش. طبيعة الحال باقي خارجين الملاليين، وطبيعة الحال كيشاهدوا مقابلات، يعني الناس المحبين لكرة القدم كيشاهدوا مقابلات تشامبيونز ليغ اللي كتلعب في هاد اللحظات. كذلك عندك الحق أخ سمير،
لان متابعي قناه الشعب قناه شوف تي في. هذه الاجواء العامه هنا، هي الاجواء العامه هنا بجوهره الاطلس المتوسط مدينه بني ملال. طبيب زوين طبيب الحال، كاين اطباء زوينين وكاين اطباء خايبين، ماشي كلشي زوين وماشي كلشي خايب، كاين الصالح والطالح. الاخت نور الحياه او الاخ نور الحياه، بعد الحال مدينة بني ملال متابعينا مشاهدينا الكرام، مدينة معروفة ببردها القارس في فصل الشتاء ومعروفة بصيفها الساخن في فصل الصيف. معروف على مدينة بني ملال تكون باردة برودة شديدة في الفصل ديال الشتاء في شهر ديسمبر، كذلك شهر يناير جونفي حتى فيفري حتى مارس، ولكن صيفها ساخن جدا بعد شهر 4 بطبيعة الحال. يعني توصل لو كانسكات مشيتي للسخونية وتيبدا الفران خدام هنايا، العلبوب كيشعل بطبيعة الحال. يعني هذه إشارات لشمس بني ملال الحارقة في الصيف. إذا متابعي قناة الشعب مشاهدينا الكرام، 17 درجة أذكر، 17 درجة مئوية اللي كتسجل في الحرارة في بعد 9:30 ليلا، وصلنا للعاشرة إلا 6 دقائق الآن. كانت مسجلة بعد زوال اليوم 25 درجة مئوية كأعلى مقياس، يرتقب ويتوقع أن درجات الحرارة تنخفض وتوصل إلى 9 درجات بالليل والصباح. سرعة الرياح كتوصل إلى 9 كيلومترات في الساعة في اللحظات، وكذلك نسبة الرطوبة كتسجل 61%. متابعينا مشاهدينا الكرام، هذه الأجواء العامة هنا بأبرز شوارع جوهرة الأطلس المتوسط قبل العاشرة ليلا. أجواء ليلية مثيرة استثنائية وغير اعتيادية بطبيعة الحال في ظل الدفء اللي كتسجلو حوالى الطقس هنا. أجواء دافئة قبل العاشرة ليلا، والملاليين باقين خارجين للشوارع، باقين كيتمشاو في الشوارع الكبرى. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، كيف هي الاجواء عندكم في المدن ديالكم او في القرى او في المناطق اللي كتشاهدونا منها بطبيعه الحال؟ سؤال، واش مهنه الصحافه في المغرب مزيانه في الصالح؟ بطبيعه الحال الى كنتي غتشتغل في مؤسسه اعلاميه ذات صدى طيب، ذات يعني إدارة طيبة، ناس مزيانين، ناس اللي كيطبقوا القانون بطبيعة الحال، قانون الشغل، راه بطبيعة الحال غادي تاخذ واحد الصالير اللي هو مزيان، وغادي تستافد من العطل ديالك، غادي تستافد من يعني من القوانين ديال الشغل بطبيعة الحال تطبق عليك وعلى الجميع. أي واحد خدام راه تيطبق عليه قانون الشغل، سواء كان يعني مشغل او كان يعني مستخدم. بهذا الحال كل تحيه ديال الحب والود والاحترام والتقدير للسيد المدير العام ديال قناه الشعب قناه شوف تي في، السيد المدير ادريس شحتان، اللي بطبيعه الحال ما كيضيعش الاجراء ديالو، كيحسبهم ولادو بطبيعه الحال، كيحسبهم افراد من العائله ديالو. السيد ادريس شحتان معروف بالكرم ديالو بالجود ديالو بطبيعه الحال. اي مشكل كيكون عند الاجراء ديالو او الناس اللي كيشتغلوا معاه، اللي كيعتبرهم زملاء ديالو بطبيعه الحال، تينادي ناس الاجراء اللي خدامين مع السيد ادريس شحتان، الله يجازيه بكل خير بطبيعه الحال. السيد ادريس شحتان استاذ محترم، استاذ كبير، قام في الصحافه في المغرب، ما كيضيعش الناس اللي خدامين معاه بطبيعه الحال. والحمد لله يعني قناه الشعب قناه شوف تي في دائما مرآه الواقع، والناس اللي كيشتغلوا فيها بطبيعه الحال كيشتغلوا في واحد الظروف اللي هي ظروف حسنه بطبيعه الحال. جوابا على السؤال ديال الاخ سمير سلامي،
اخ ميلود الحيمر، تحيه خويا من عاصمه الشرار ده سيدي قاسم، تحيه ليك اخويا للناس ديال سيدي قاسم، وقسم معايا نقسم معاك وغاديه تحيه لكل الناس ديال عاصمه الشرار ده بني حسن والغرب، الناس ساكنه الغرب بطبيعه الحال. بطبيعه الحال اخ سمير، نحن متاحون في عملنا بطبيعه الحال نظرا لتوفر الظروف الجيده ديال الاشتغال. تحيه لك من كازا عبدو ميمتو، تحيه لك من كازا البارد، تحيه لك الاخ عبدو كذلك لكل ساكنه مدينه الدار البيضاء الكبرى. لأن متابعي قناة تشمت مشاهدينا الكرام، اسم ماذا تعني اسم بني ملال عند الملاليين؟ بني ملال جاءت حسب ما يروى وحسب الناس ديال التاريخ، بني ملال من يعني كلمة تعني الأبيض، من أومليل جاءت من أومليل، كلمة تعني اللون الأبيض، أومليل كلمة أمازيغية تعني الأبيض، يعني الناس ديال الشلوح تقولوا أومليل اللون الأبيض بني ملال كما يروى حسب الناس ديال التاريخ والأساتذة الكرام أجلاء في التاريخ والناس اللي كيطلعوا على تاريخ ديالهم مهتمين بهذا الشأن. وتاريخ المدينة كانت تسمى قصبة بلكوش قديما، كانت تسمى مدينة داي، يعني كان لها اسمين قبل بني ملال، قصبة بلكوش وكذلك داي، مدينة داي. سلام اخويا، كل احترام. يعني بني من القريبة لمراكش كاينه 220 كيلومتر تقريبا، 220 كيلومتر ما بين بني ملال ومراكش، هذا هو المسافة، يعني ساعتين ونصف حتى ثلاث ساعات. كاين الطريق الوطنية رقم 8 كديك من بني ملال حتى لمراكش، ما كاينش لوطوروت هذه الساعة، ولكن جاي واحد المشروع ديال الطريق السيارة، يعني لوطوروت اللي غادي يربط ما بين فاس بني ملال مراكش عبر الجبال. بطبيعة الحال كاين هذا المشروع راهم خدامين فيه الناس، السلطات الولائية والمصالح المختصة، وكاين لوطوروت من بني ملال كازا، يعني الطريق السيارة من بني ملال برشيد كازا كاينة، ولات يعني تقريبا 10 سنوات هذه باش كاينة لوطوروت. مراكش 210 كيلومترات، يعني 220 كيلومتر لا تتجاوز هذه المسافه. الله يهدي ما خلق هذا السيد، هذا ديما بحال هكا في هذه الساعه في هذا الوقت، الله يهدي ما خلق، ديما كنقدموا لي رساله ديال الهدايه، كنطلبوا معاه الهدايه، كنطلبوا لي الهدايه، لانه السرعه باش كيمشي راه شيء خطير. هذا الثاني الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق، الله يرد بهاد الناس. مراجعة تاريخ بني ملال، مرحبا من ساكن أساتذة، ممكن نستضفوا لكم أساتذة أجلاء اللي مهتمين بالشأن التاريخ ديال مدينة بني ملال. وبالنسبة للأسماء هي أسماء صحيحة بطبيعة الحال، يمكن لك البحث عليها في مواقع البحث اللي معروفة عالميا، اكتب مدينة داي غتطلع لك بني ملال، إلا كتبتي قصبة بلكوش غتطلع لك بني ملال، هادو اسمين كانوا لمدينة بني ملال قبل تسمية بني ملال، هادو أسماء صحيحة. تحية من بروكسل العميري رفقي بن صالح، تحية ليك أخويا من بني ملال ومن جهة بني ملال الخنفراو أخويا العميري. تحية لرشيد حسونة، تحية ليك أخويا رشيد العزيز، شكرا، تحياتي ليك ولكل السادة المشاهدين الأوفياء والأعزاء لقناة شباب قناة شوف تي في. أقدم أحياء مدينة بني ملال، أقدم الأحياء كاينة القصبة، القصبة الكبيرة، يعني المدينة القديمة القصبة الكبيرة، وغادي تلقى واحد لورون بوان في ساحة الكركور، هذا هو أقدم أحياء بني ملال، والدليل على ذلك هو أقدم فران كانوا الناس كيطيبوا فيه بني ملال، هو الفران المتواجد في ساحة الكركور
محاذاه الزاويه الكتانيه، هذو اقدم الاحياء اضافه للقصبه الكبيره، ساحه المقاومه، ساحه بئر انزاران، هذو اقدم الاحياء في مدينه بني ملال. سلام خويا، معك جمال. مرحبا سي جلال، اخ جلال، اودي من كازا عبد الله. مرحبا سي عبد الله، مرحبا بجميع الساده مشاهدينا ومتابعينا الكرام اينما كانوا واينما ذهبوا واينما حلوا وارتحلوا بطبيعه الحال داخل او خارج ارض الوطن، في كل المدن المغربيه بطبيعه الحال، من طنجه الى القويره حتى القرقرات العزيزه بطبيعه الحال، او كذلك الناس اللي كيشاهدونا من خارج المغرب في كل بقاع المعمور، افراد الجاليه المغربيه المقيمين بالخارج وهم كثر، متابعونا كثر بالخارج تحيه لهم كذلك. من المدينه السياحيه عين اسردون، بطبيعه الحال مدينه عين اسردون، مدينه عين اسردون او مدينه العيون كما يلقبها الكثير من الناس، مدينة العيون أو مدينة عين سردون، لكون بني ملال والضواحي ديالها فيها العديد والكثير من العيون الطبيعية، المياه تخرج من وسط وبين الجبال بطبيعة الحال من تحت الأرض. الحمد لله على هذه النعمة ديال الله سبحانه وتعالى. إذن متابعينا مشاهدينا الكرام، متابعي قناة الشعب، قناة شوف تيفي، إلى بث مباشر آخر دائما من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها، مع تحيات أخوكم طارق دائما، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء.